ان احنا عندنا بلبنان ما في حد اشتغل وكفى شغله، لا هو ولا اللي حواليه، يعني كله بده يروح. ولا ثابت كنت يعني ميري عندنا على الماما، ولا عم شوف حد لا في مكان تلحام وتلحيم واشياء هيك، فعم اتفرج بس كيف بده يقول على الماما ويروح البضاعه ويروح كل شيء ويروح السكان اللي حوالينا كمان حينأذي، مش بس البضاعه ونحن. فيعني هذه هي حياتنا بلبنان، ما في حداد، ما في مكان تلحام بدها تكون غير ما بده يصير انفجار او حريق. مبدئيا يعني كل اللي عم بيصير بلبنان من ورا هالاشياء، يعني ماشي بتفرج على شو عم حاله فال، يعني ما مضطر اخسر حياتي من وراه او من ورا المكان اللي حاططها او من ورا الشغل بده يشتغله. يعني اهم شيء يكون اخذ احتياطاته، مش مثل عنا هون تقريبا كله بلحم دور انينه الغاز مولع سيجاره كذا، بيصير فيها خطوره كبيره القصه، بس لازم دائما الواحد ينتبه ياخذ احتياطاته بالاخص بهالمواضيع الحام. شفنا قبل يعني غيرنا شو صار فينا. هلا هوك زباد عم بيصيروا، اول مره مزبوطه، ثاني مره مزبوطه قصه البور وما البور، بس بعدين خلص ما عادش مشي حالها. يعني صارت كل ما يصير في انفجار يقولوا تلحيم وما تلحيم. انا مني وعلي ما بتصورها مزبوطه. هلا عنا بلبنان ما في منا هيدي، لا صراحه يعني بالدغري ما في عنا، يا ريت عنا منا بس ما في منا رخصه، ما رخصه مصلحه وبتتعلمها. لا بيت ولا براندا، انا اذا بشوفه مرق بشارع وبشوفه بهرب، صار سلاح محرم دوليا اللحام، شو بده رخصه؟ لازم يمنعوه، لازم يعمل ترخيص قبل وينزلوا الحارة كلها انه في معلم تلحيم هون. في حداد، في حداد كبير ما حدا عم يعرفه وين. هلا انا بصراحة عندي صاحبي حداد عم يحكيني، هذيك المرة عملت له بلوك، قلت له مقطوشة بينه وبينك، بنخاف منهم. طبعا صاروا مطلوبين مثل تجار المخدرات. هلا هن بينلاموا الحدادين لأنه الحام خطر بهالأيام. بهرب على السريع. شو بتعملي علي؟ أكيد بهرب أنا. هريبة تلتين المراجل. بده رخصة، بده أكتر من رخصة، بده جواز سفر ترحيل. وين في حداد؟ في انفجار. وين في بن؟ في نجار. أكيد بهرب، بفركها دغري من المنطقة كلها. أكيد بده رخصة، بده رخصة وتدريب وكل شيء. والله أكيد بهرب يعني، بس كمان في قضاء وقدر يعني. دغري بهرب، دغري بهرب، ما بنطر ولا ثانية يعني. اسم الله عليهم معلمين التلحيم، يعني صاروا مشهورين كتير يعني. خالص يعني إذا بلاقي معلم تلحيم من بعيد دغري بهرب، ما بنطر ولا لحظة يعني. صار مو بس رخصة، صار بده كتير شغلات صراحة يعني معلم تلحيم. اسم الله عليه يعني، مش مخلي مطرح ومش حاد إيده فيها، لأنه اسم الله عليهم. ما بعرف إذا حسب ما بيقولوا الإعلام إذا كله من ورا الحداد أو شيء تاني. لا بلبنان لازم نهرب يعني، لازم. صار الواحد لازم يعمل كمان شهاداته ويدرسون قبل ما يعملوا الحام. ولا كل في انفجار حداد. أول شيء محل الحدادة بحياته ما كان يعمل مشاكل، محل الحدادة ما كل عمرنا عايشين هينا، محل المكان السينية ومحل الحداد ومحل الدهان ومحل حط بعضهم، يعني ما بعتقد في مشكلة. بعدين هذه الشغلة تتابع على وزارة الاقتصاد ولا وزارة البلديات، هني بيقرروا إذا هذا المحل خطق ولا مش خطق. اثنين يعني ما بعرف، أول مرة بعرف أنا إنه هذا الانفجارات الضخمة سببها إنه عم يلحموا باب أو عم يلحموا بعرف شو، ما بعرف. بعدين ليش بلبنان من امتين بيصير انفجار وبينعرف مين اللي عمله أو بيتوقف اللي عمله؟ ما 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 يعني هيون القضاء موقف 4-5 تعول البور، مدير عام الجمارك، مدير عام المرفأ، مدير عام الأمن، ما بعرف شو وين إنه. كل واحد قال محبوس، قال كل واحد بقطعته، قال كل واحد تاع الجمارك بالجمارك، قال وتاع الأمن العام بالأمن العام، وتاع الجيش بالجيش. شو الحبس هيدا يعني؟ شو الضحكة والكذبة؟ هذا حكي جرايد، هذا حكي جرايد، هذا كله كذب بكذب. هذا بتموت عالم وبتعيش عالم وما حدا بيعرف كيف الانفجار صار وشو سببه ومين اللي سببه. بلبنان الداخل مفقود والخارج مولود، كله كذب، هذا كله كذب، والعالم عارفين انه هذا كذب وعارفين انه هذا الموضوع منه مزبوط. وعالم تنسى 200 شهيد و6000 جريح ودمرت نص بيروت، مين سألان؟ ما حدا. هلا اجمالا كلنا صرنا ننقذ من قصه التلحيم لانه صار طلع كذا انفجار يقولوا انه من وراء التلحيم، بس اجمالا يعني بالمنطقه الواحد ما لازم يخاف من هيك شيء. يعني انا مثلا من فتره كان في حدا عم بيلحم عنا بالبيت، ما كنت خايفانه لانه انا كنت عارفه شو الظروف المحيطه يعني. بس مثلا مثل الانفجار اللي طلع اخر شيء اللي كان عم بيلحم حد خزان بنزين، طبعا هيك شيء اكيد لازم الواحد يخاف ولازم يحتاط ولازم يسال. يعني هو المسؤوليه كمان بتوقع كمان على الانسان يلي عم بيقوم بعمليه التلحيم، انه لازم يسال انه شو الظروف المحيطه، شو مخزن هون، في شيء معقول يولع.
كمان بأيد القرار اللي بيقول انه لازم يترخص هيدا العمل، انه الناس يصير عندها رخصة لتقدر تشتغل هيك شيء، لانه فعلا عم بيسبب مؤخرا بحوادث كتير خطيرة، يعني عم تروح ارواح. هلا اكيد هيدا الشيء منه صحيح، يعني مش معقولة انه كل انفجار يكون نفس السبب، يعني طبعا بتختلف الاسباب بتختلف الظروف يعني. فلا ما بتصور انه هيدا الشيء منطقي، بتصور معقول ينأخذ كحجة يعني عشان يعني ينلف الموضوع وينسكت عنه. بس شو ما كان سبب الانفجار لازم يكون في تحقيق ولازم تبين النتائج يعني قريبا، ولازم يتحاسبوا المسؤولين يعني عن الاهمال اللي صار. لا صراحة اذا حاملها ومش عم بلحم ما بنقاس، بس في حال كان عم بلحم بمحل ما بعرف شو فيه موجود حده، ايه معقولة يعني اخذ احتياطاتي يعني. ومن بعد ما سمعنا آراء العالم حول هيدا الموضوع ما كان إلنا غير نلتقي. فبداية حبينا نسأله كيف أثر هيدا الأمر سلباً على شغله هيدي الفترة؟ كده يتأثر شغلنا، لأنه صار العالم بس شوفنا مثل عم شوف الزيعة، كله بيهرب منك يمين شمال، ما حدا عم يشتغل. وهل فعلاً العالم صار تتجنبه؟ اه والله ما عم يضل حدا حوالينا، العالم تلاقيها راكدة يمين شمال، إجا اللحام إجا اللحام، تلاقي العالم هربانة. لا والله أخي ما عم ننقهر، لأنه من إيدنا الحمد لله كل واحد صار بيحمل مكنة لحام، بيروح بيلحم عم فجر العالم. العالم بتخاف على ارواحها، الا شيء تهرب يعني. ايه حتى هلا الحمد لله صار بس بدنا نشتغل بدنا ناخذ معنا رخصه مكنه الحام. هاي الحوالي صار يوقفوك انه رخصه متفجرات، صار رخصه مكنه الحام صار معنا.